في احيانا بتكون قانوني واحيانا هيك يعني. اذا في يعني اذا بوقفك الشرطه احيانا خلاص بده يخالفك يعني راح يخالفك، وفي منهم لا قانوني انت مخالف انت مخالف. بس بنظري انا اللي بكون صاب سيارته مخالف او بعمل مخالفه، مخالفته قانونيه مليون بالمية. يعني بعد مرات تكون صح بعد مرات تكون غلط، يعني بعد مرات بكون صابين على اليمين فوق بيجي بتلاقينا بقول لك اطلع، يعني ما فيش غير خمس سيارات ولا سيارة، سيارة راس العين خمس سيارات، بعد خمس سيارات ما بتلاقي ولا اي سيارة، اطلع يروح بدك ايش بخالفك بخالفوني. في والله في منها جبال قليل جدا، في منها لا معهم حق 90%، لان المخالفة اصلا ارشادية، المخالفة إذا بنقرأ على خلفها مكتوب عليها إرشادية. هلا في بعض المخالفات بإمكان الشرطي إنه يتلاشى هذا الكلام، وهذا الكلام بنشوفه إحنا عند دول برا، لما بيجي الشرطي بقول له مثلا تعملش هيك تسويش هيك. إحنا عندنا هون الشرطي إذا بمسك البني آدم وكأنه لاقي كنز بده يخالفه، وبإمكانه يعني حتى لو على الإشارة هاي يكون البني آدم نسيها الصبح ببيتها هاي بالسيارة، إذا نسيها بيخالفوا عليها. طب هاي مش مستاهلة مثلا مخالفة، مش مستاهلة. هلا نيجي للسيارات العمومي، لما بينزل على اليمين او على الشمال بيكون في عندك مسرب واقف، فغصب عنه بده يصف مزدوج فبيخالف كمان، فبرضه بدها تكون مراعاة من الشرطي، يعني يكون فيها مخافة الله اكثر من انه يقول لك واجبي. اول كلمة بقول لك واجبي، ما كلنا عندنا واجب وعندنا كلنا يعني مبادئ واخلاق، بس تكون واجبك يعني اريح شوي. انا دهن السياره جديد، قلت له انا دهن السياره جديد مش حاط تحت التاكسي انها بتكحت الدهان، ما بعرفش يعني هو ضميره، بس انا المخايف اللي اكلته والله ظلم. قلت له انه السياره مدهونه جديد وما بزبط تخالفني من قلت الشغل كمان، واحد مش عارف شو بده يحكي صراحه والله. انا علي 450 ليره طبعا جبايه، هان الشرطه في البلد بس رفيس نزال، بس ما في يعني لا ببلش ولا في الزهور ولا في المهاجرين، بس نزال. انا علي 450 ليره وهسه ما معي ادفع اصلا، وترخيص السياره خالص والتامين وما معي ادفع. لا لانه ما بتخالف الا لما ما فيها ظلم. ليش ظلم؟ اذا في المخالفه واذا بيستحقها باخذها، بس ما في جبايه. والله اختي انا بتخالف قطع اشاره في اليوم مرتين جبايه، والله شرطي خالفني قبل اسبوع هون على انتهاء، ترجيت ورجع قلت له طيب خالفتني ما تحجز رخصة، حجزها جباية يعني علي 300 دينار مخالفات. والله مش كل المخالفات، لا في شيء بيكون معاهم حق وفي شيء لا بيكون لا ما معاهم حق فيهم، يعني هي بتكون أحيانا مزاجية وأحيانا بتكون لا بيكون المخالفة على حق، يعني بيكون في حق يريد الشرطي إنه خالف. لما واحد يعاكس السير هذه مخالفة واضحة، لما الإنسان بقف مزدوج أو بقف في محل ممنوع أو هيك هذه مخالفة واضحة يعني. لكن الإنسان لما بيصير يعني بيكون واقف صح أو ماشي صح بتكون المخالفة نعم هي عبارة عن يعني أمورها مش صحيحة. جباية ومش في مكانها الصحيح، لأن أحيانا إحنا بنكون يعني بنوقف في مكان غير مناسب او هم بيعتبروه غير مناسب، لكن بنضطر اذا نوقف مزدوج بننزل راكب، فالمتخالف على الزياده اذا اخذنا زياده قرش واحد بنتخالف عليه بنتحول للمحافظ باي حق هذا.